لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي ورئيس اللجنة الشرعية في البنك الأهلي السعودي. سعادة الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الأهلي السعودي. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة العلماء والباحثين وطلبة العلم والمشاركين، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي 15 التي تنعقد في العاصمة الرباط في فندق جي دبليو ماريوت يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و14 من الشهر الميلادي ديسمبر في عام 2023 للميلاد. خير ما نبدأ به هذا الحفل الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ ناصر بن علي الانتقامي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الحفل الكريم، يسرنا دعوة معالي رئيس اللجنة الشرعية للبنك الأهلي السعودي الأستاذ الدكتور سعد، معالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، لإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة، فليتفضل معاليه مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نسعد بلقائكم في هذا المنتدى العلمي تحت قبة الخير، في لقاء نتقرب به إلى الله عز وجل لمدارسة العلم والاجتماع بأهله. من فضل الله عز وجل أن راعت المؤسسات المالية النشاط العلمي المتعلق بالمعاملات الاقتصادية والمالية، وكان من نتائج ذلك
العديد من البحوث التي كان لها إدرارها في هذا الباب. وما لقاؤنا في هذه الندوة إلا نموذج من نماذج مدارسة أهل العلم فيما بينهم للموضوعات الاقتصادية. موضوعنا في هذا اليوم يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وهي أوعية مالية لتجميع المدخرات واستثمارها من قبل جهة ذات خبرة. وقد كان لهذه الصناديق الاستثمارية العديد من الأهداف والثمرات، منها تمكين رؤوس الأموال الصغيرة من الاستثمار وإيجاد مشاريع تنموية يعود نفعها على العموم، وتوفير وظائف في المجتمع الإسلامي، وإيجاد ثقافة استثمارية، وتكوين شخصيات احترافية لها خبرة استثمارية، وكذلك إيجاد فرص استثمارية للأشخاص والذين ليس لديهم القدرة الكافية لاستثمار أموالهم، وكذلك توفير جو الاستقرار والثبات في السوق المالي والاستثماري، وتوزيع مخاطر المشاريع الكبيرة مع القدرة على التغلب عليها ومواجهتها، وتوفير موارد مالية كافية لتحقيق الأفكار الاستثمارية في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفي ضوء هذه الأهمية تبرز الحاجة إلى التعريف بأنواع هذه الصناديق والتأصيل الشرعي لأحكامها، رغبة في إرضاء الله جل وعلا، وأملاً في الحصول على ثقة المستثمرين وتفادي العقوبات الإلهية المتعلقة بمخالفة الشرع، وكذلك تمكين هذه الصناديق من القيام بدورها المرتقب لها والأهداف التي وضعت لها. هناك صناديق استثمارية مختلفة، منها ما هو مفتوح ومنها ما هو مغلق، وهناك المتوازنة والمنوعة وصناديق الأوراق النقدية، وهناك صناديق طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وصناديق الدخل وصناديق النمو وصناديق إدارة الضريبة، إلى غير ذلك من الأنواع التي نحتاج معها إلى دراسة متعلقة بها. ومجالات البحث في الصناديق متعددة، منها تنظيم الحوكمة المتعلقة بهذه الصناديق ودراسة أنواع الأموال الداخلة في الصناديق وكيفية حسابها والتأصيل فيما يتعلق بها، وكذلك إصدار القرارات والفتاوى المتعلقة بعمل الصناديق وطريقة الاستثمار فيها، من مثل زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو مزاولة أنشطة أخرى أو استثمار مال الصندوق في أنواع الاستثمار غير النشاط الأساسي. وكذلك من مجالات البحث دراسة أنواع الأسهم في هذه الصناديق وبيان حكم كل نوع منها، وكذلك عوائد هذه الصناديق وأحكام هذه العوائد حلا وحرمة وكيفية التوزيع لها. وهكذا من مجالات البحث أحكام الملكية الشائعة في هذه الصناديق، وكذلك ترتيب المراقبة لأعمال الصناديق والتكييف الشرعي لجميع أعمال الصناديق، ابتداء من ما يتعلق بالمكتتب إلى من يتولى الاكتتاب إلى أمين حفظها إلى من يقوم عليها إلى المتعاقد معهم من المقاولين وغيرهم. وكذلك من مجالات البحث في الصناديق أحكام الزكاة وما هو الواجب في هذه الصناديق من الزكاة. إن من مميزات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالصناديق المالية أن الاستثمارات فيها حقيقية، وهناك
دور فاعل لكل طرف فيها، ولها آثارها المباشرة في التنمية الاقتصادية، ولها دور فاعل في الأصول الإنتاجية، مما يترتب عليه الاستقرار المالي وزيادة الربح والحماية من الاحتيال وآثار المخاطر. ولذلك فنحن في أشد الحاجة إلى تأصيل موضوع الصناديق الاستثمارية، ومن ثم من خلال كلمتي هذا أؤكد على توصيات من أهمها السعي إلى إيجاد سوق مالية إسلامية متعلقة بالصناديق الاستثمارية، وكذلك الحاجة الشديدة لوضع أعمال هذه الصناديق على سبيل التقنية، بحيث نكتفي بهذه التقنية عن كثير من الأعمال اليدوية المتعلقة بها. في ختام كلمتي هذا أتقدم الشكر الجزيل لكل واحد منكم أيها الحاضرون على حضوركم، وكذلك أتقدم للباحثين والمعقبين الشكر الجزيل على هذه الأبحاث الجيدة التي تطرقت لعدد من جوانب البحث العلمي في صناديق الاستثمار، وكذلك أتقدم لفريق العمل الذي سهر ودئب لترتيب أمور هذه الندوة، ابتداء من ترتيب الأبحاث تعقيبا على الباحثين وطباعة للبحوث حتى خرجت بهذا الشكل الجميل الذي تشاهدونه بين أيديكم. وكذلك الشكر مزجى لأعضاء اللجنة الشرعية في البنك لمساهمتهم بأفكارهم وتصوراتهم ومقترحاتهم لهذه الندوة، وكذلك أتقدم لإدارة البنك الأهلي بالشكر الجزيل ابتداء من مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي الأستاذ طلال الفريجي، إلى أخي الأستاذ وليد عبد الشكور، وأقول لهم جزاكم الله خيرا على تذليل الصعاب فيما يتعلق بهذه الندوة. كذلك نتقدم للجهات الرسمية في هذه البلاد على جهودها في ترتيب البحوث المتعلقة بالمعاملات المالية، سواء في البنك المركزي أو في وزارة التعليم والجامعات أو في غيرها من المؤسسات المالية. وكذلك نتقدم لقيادة هذه البلاد ممثلة في ملكها المحبوب الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على المتابعة والرعاية لأعمال المصرفية الإسلامية والحرص الشديد الذي وجدته منهم شخصيا في متابعة موضوع المصرفية الإسلامية والسعي إلى جعل الرياضة محلا ومنطلقا لأعمالها. فجزى الله الجميع خير الجزاء كما أسأله جل وعلا للجميع توفيقا ورفعة درجة وسعادة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي ورئيس اللجنة الشرعية للبنك الأهلي السعودي. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الباحثين والمشاركين، الإخوة منسوبي البنك الأهلي السعودي، الإخوة منسوبي القطاع الأهلي في كل مكان، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة انعقاد ندوة البنك الأهلي السعودي 15 أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسمي وباسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي وكافة منسوبيه، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في هذه الندوة المباركة. الإخوة الكرام، من المعلوم أن البنك الأهلي السعودي كان من أوائل البنوك المبادرة بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية على المستوى المحلي والدولي. ومن آثار ذلك أن البنك قدم الصدق في طرح بدائل وحلول شرعية متعددة لمنتجات مصرفية كمنتج البديل الإسلامي عن معاملة الريبو والريبو العكسي أو الريفرس ريبو بالشراكة مع البنك المركزي السعودي الذي تلقى ولله الحمد القبول على المستوى المحلي والدولي، وتعمل الآن عدة جهات تنظيمه في الخارج بتكراره. كما بادر بتقديم هياكل متوافقة مع الضوابط الشرعية عند تحول البنوك إلى مؤشرات خالية من المخاطر. ويعمل البنك الآن على تطوير حسابات استثمارية وفقاً لقواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية الصادر عن البنك المركزي السعودي، سعيا في تحقيق المقاصد الشرعية من عقود المشاركات. كما يعمل على تحقيق الفصل بين الحسابات لضمان وجود سجلات محاسبية مستقلة للعمليات المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، تطبيقا لإطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي السعودي. ويعتبر البنك الأهلي السعودي من البنوك الرائدة عالميا في تقديم الحلول المصرفية متوافقة مع ضوابط الشرعية، ويعد من البنوك القليلة التي قدمت بشكل مبكر منتجات التحوط وإدارة المخاطر وتحسين العائد بسيرة متوافقة مع ضوابط الشرعية. كما يقدم البنك دعما لا محدود لصناعة السكوك محليا وعالميا، حيث يعتبر من أكبر المساهمين في برامجها وإصداراتها مع الأخ في الحسبان، دعمه المستمر بالسوق الثانوية للسكوك. وإضافة لكل ما سبق، فإن البنك الأهلي السعودي يسعى دوما لدعم تطوير صناعة المالية الإسلامية من خلال دعم المؤسسات المنظمة لصناعة المصرفية الإسلامية كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والصوت المالية الإسلامية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، وذلك بانضمام عضويات مجالس الإدارة لهذه المنظمات ورعاية مؤتمراتها ودعمها ماليا وعمليا. إضافة إلى مواصلة في تأهيل علماء شرعيين جدد عبر برنامج تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية، وسعي لمشاركة النتائج باللجنة الشرعية من خلال طباعة قراراتها ونشر مستخلصاتها وطباعة بحوث هذه الندوة المباركة، ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي، والتي امتدت 15 عاما حتى الآن ولله الحمد، وتعد جزءا من مسيرة البنك القاصرة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المالية، حيث تستهدف إثراء الجانب المعرفي لدى صناع القرار في الإدارات والجهات ذات العلاقة، وزيادة الوعي الشرعي وتقييم المنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، مما يقود إلى تحسين الخدمات الشرعية المقدمة في القطاع المالي، كون المشاركين في الندوة هم من نخبة الباحثين والمختصين في الصناعة المالية. الإخوة الكرام، نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا
ندوة البنك الأهلي السعودي 15، أود أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الندوة وعلى جهودهم المبذولة في إدارة العلاقة بين البنك واللجنة الشرعية ودعم البنك في التوسع والنمو في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه والمتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية. وأكرر الشكر لكم أصحاب المعالي الفضيلة والسعادة الضيوف الكرام على حضوركم هذه الندوة المباركة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتقديم حلول شرعية عملية تساعد على تطوير وابتكار تفتح آفاق جديدة للمصرفية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك معالي سعادة الرئيس. والآن مع كلمة للأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي فضيلة الشيخ يوسف بن حسن خلاوي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله فاتحة كتابه الكريم وخاتمة الدعوة في جنات النعيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالنور العليم والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره الكريم. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن منظومة علوم الفقه الإسلامي هي من مفاخر هذه الشريعة أعلى الله منارها، وهي مصدر من مصادر تجددها ودوام ازدهارها. ولهذا ومع انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديثة اشرقت همم الرواد إلى هذا المصدر المعين، فكان انطلاق ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي قبل أكثر من 4 عقود لتستمر ينبوعا عذبا وموردا سلسلا للشاربين، ثم تتابعت أخواتها وشقائقها مع ازدياد الحاجات وتنوع الرغبات، فنشأت في عدد من دول العالم ندوات ومؤتمرات كان منها هذه الندوة الكويتية تيمم جميعها وجهة واحدة وتنشد جميعها غاية واحدة: تحقيق الالتزام الشرعي واستثارة أثارة من علم الصادقين والناهلين. وبعد 4 عقود بالضبط ومع مراجعة شاملة لواقع الاقتصاد الإسلامي، ارتأى مؤسس ندوة البركة رحمه الله أن الأوان قد حان للتحول إلى العمل المؤسسي لاستقرار الريادة ولتحقيق الرؤى الكبرى للرواد. وكان من نتائج هذه المراجعة ما أرجو الله أن ترون عددا من مخرجاته قريبا، فضلا عما لاحظه جميعا من تحول متكامل لندوة البركة من ندوة شرعية إلى ملتقى استراتيجي ومن مؤتمر واحد إلى سلسلة من القمم العالمية تفتتح سنويا للمدينة العاصمة التاريخية للاقتصاد الإسلامي، لتمر بعد ذلك إلى عدد من عواصم المال والأعمال. ونظرا لأهمية هذا التحول الذي تابع بفضل الله وتوفيقه تناول الخبراء له من حول العالم تشجيعا وتأييدا، أجدها فرصة سانحة لإطلاعكم على جمل من المرتكزات التي توفيناها في المنتدى، أنثرها بين أيدي الحاضرين وعامتهم من المشتغلين بعلوم الشريعة فضلاً عن التنفيذيين الممارسين، لأشاركهم هموماً كبرى من هموم المصرفية الإسلامية خصوصاً والمالية الإسلامية بشكل عام. فأول ذلك أن الاقتصاد اليوم كممارسة عملية هو شأن استراتيجي كبير، ولا يمكن إنشاء قوة اقتصادية حقيقية بدون رؤية استراتيجية وبنية تحتية متكاملة، وهذا من أهم التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية اليوم. وثانياً، وبعد مرور نحو 5 عقود، آن الأوان للانتقال من تقديم حلول للباحثين عن الحلال من المسلمين إلى تقديم نظام متكامل بديل للعالم، وهو ما ترتكز رؤى منتدى البركة عليه استشعارا لمسؤوليته العالمية.
وثالثاً إن غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف الكبرى التي تنطلق من مقاصد الشريعة وكلياتها المعتبرة أسهم في عدد من المظاهر السلبية التي لا تخفى عليكم، ويمكن تلخيص ذلك في بعد واحد فقط في هذه العجالة، ألا وهو أن عامة رواد هذه الصناعة الذين لا نشك في إخلاصهم وريادتهم وبعد نظرهم قد ختموا مسيراتهم المرصعة بالإنجازات بنوع من الأسى على واقع الصناعة، حتى أصبح هذا الوسى هذا الأسى كالطاعن في خاصرة هذا البنيان الكبير الذي نعده من أهم إنجازات المسلمين في عصرنا الحديث. ورابعاً وأخيراً في هذه الكلمة العاجلة، ضرورة استمرار هذه الندوة المباركة في رفض البحث الشرعي مع أخواتها من الندوات في هذا البلد الذي نعلم أنه يقود ولا شك حركة الاجتهاد المعاصر، خصوصاً في أبحاث المالية الإسلامية. ولولا هذه الندوات المباركة لما تيسر لنا أخذ هذا القرار الجريء في المنتدى بالتركيز في الندوة على تناول القضايا الكبرى للاقتصاد الإسلامي المعاصر، وترك البحث الشرعي البحث لمثل هذه الندوات المتخصصة، مع التنبيه على أننا لم نترك البحث الشرعي بالكلية، وإنما جعلناه رافداً من روافد النظر الكلي للقضايا التي نتعرض لها سنوياً. الحضور الكريم، إن قيام البنك الأهلي السعودي بتقديم هذه الندوة السنوية هو من أهم ما يذكر فيشكر لهذه المؤسسة، كما أن حرص فريق العمل على حسن التخطيط والإدارة لهذه الفعالية السنوية هو من أهم أسباب جعلها منارة معرفة في ميدان المصرفية الإسلامية وملتقاً جامع من كبرى الملتقيات المنشودة من أطراف هذه البسيطة، كما أن هذا المجتمع اليوم يومئ إلى الدور المنشود لهذه البلاد المباركة باعتبارها قبلة للمسلمين، أي النموذج المحتذى وأكبر أسواق العالم على الإطلاق في عامة مسارات الصناعة، لتكون دوماً بإذن الله رائداً عالمياً ومركزاً للتطوير ومعلماً مباركاً جامعاً بين العلم والعمل. والله أسأل أن يوفق الجهود جميعاً وأن يبارك الجهود وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حضورنا الكريم يسعدنا اليوم أن ندشن عملاً استغرق وقتاً كثيراً في الفترة الماضية، ونسعد اليوم بتدشينه وإطلاقه وتوزيعه على الحضور في هذه الندوة، ألا وهو كتاب الأحكام المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية للبنك الأهلي السعودي. ونشرف أن يوقع معالي رئيس اللجنة وسعادة الرئيس التنفيذي على النسخة الأولى من هذا الكتاب، وسوف يهدى بالحضور بإذن الله نسخة من هذا الكتاب.
بنك الأهلي السعودي وعن كتاب الأحكام المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية لأخذ منتجات البنك الأهلي السعودي. أعلى البنك الأهلي مع من أعلى من البنوك هذا التوجه المبارك فأنشأ فكر هذا التفكير ووجد عنده والحمد لله مجموعة كبيرة من أهل التقوى والصلاة والإيمان بضرورة الانضمام إلى صفوف محاربة الربا والحمد لله كان ذلك فأنشأ البنك الأهلي أنشأ هيئة شرعية كان أول إنشائها عام 1417 هجرية واستمرت هذه الهيئة وأعطت الكثير من الثمار الجامعة ومن قصد عملي مع الهيئة الشرعية أو في الهيئة الشرعية وعند البنك الأهلي قصة هو أن البنك الأهلي عرض علي أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة وفي نفس الأمر ذهبت إلى شيخنا وكنت أعمل معه في دار الإفتاء وفي نفس الأمر كنت نائب له في أعماله الشرعية وأعماله الإدارية وأعماله بما يتعلق بهيئة كبار العلماء المنشأة عام 1391 فعلى كل حال حينما عرض علي البنك ذهبت إلى شيخ الشيخ عبد العزيز وقلت يا شيخ عبد العزيز أنا الآن أستشير أنا أحد أبنائك وأولادك ولا أتصرف إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهك وبعلمك بالاتجاه الذي أتجه إليه فإن كان خيرا فأنت جزاك الله خيرا بمنزلة والدي وإن كان غير ذلك أمكنك أن تنصح من الابتعاد عنه وهو أن البنك الأهلي يرى رجال مصرفية إسلامية وهذه المصرفية الإسلامية تحتاج إلى هيئة شرعية تكون مشرفة عليها وموجهة إليها وقاضية على أي تصرفات تتناقض مع أهداف المصرفية الإسلامية وقلت له رحمة الله عليه بأن البنك الأهلي عرض علي ذلك ولكني أجلت الموافقة عليه أو إعطائه رأيي لذلك حتى أستشير فما هو رأيي؟ فقال يا عبد الله اتكل على الله وتوكل عليه ووافق فإن لم توافق فأخشى أن تعلم في عدم الموافقة لأن هذا مشروع من أعظم المشاريع لمحاربة الربا والربا أعظم آفة من الآفات الاقتصادية التي هي مهيئة للقضاء على ما يمكن أن يكون من الاتجاه الاقتصادي في البلاد وأكد علي وقال لا أسمح لك أن تعترض على هذا العرض الذي عرض عليك فكان رحمه الله عليه من أقوى الدوافع التي انتفعتني إلى الموافقة على البنك على الموافقة للانضمام إلى الهيئة الشرعية وكان هذا هو أول تشكيل للهيئة الشرعية عام 1400 قد حرص علماء الإسلام على أن تكون معاملات الناس على وفق ما جاء في شرع رب العالمين ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية من أجل إطابة مطعم الناس وامتثال
جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وحرصاً على إرضائنا ورغبةً في استجابة الله للدعوات، كانت القرارات الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية من اللجان الشرعية ومنها اللجنة الشرعية في البنك الأهلي السعودي. وقد من الله جل وعلا على هذه اللجنة بإصدار العديد من القرارات التي كان لها تأثيرها سواء على مستوى البنك أو على مستوى المالية الإسلامية في العالم الإسلامي. وهذه القرارات تمثل رأي الأكثرية من أعضاء اللجنة، بحيث قد يوجد مخالفة من بعض الأعضاء لبعض هذه القرارات. ومن المؤمل أن يكون لاستخلاص قرارات اللجنة الأثر الطيب لتصحيح المسار الاقتصادي والمالي للمصارف والمؤسسات المالية. ويسعد لنا أن نقدم لكم ملخصا لهذه القرارات من خلال الجهد المتميز الذي بذل في إصدار هذا الكتاب، وهي عبارة عن أحكام صيغت بعبارة معيارية موجزة لخصت قرارات اللجنة الشرعية الصادرة منذ عام 1996 وحتى عام 2022 للميلاد في أكثر من 300 ضابط. وقد استنبطت هذه الأحكام من أكثر من 1500 قرار ورُوبت وفهرست دلاليا يجب على كل باحث الوصول إلى المعلومة، كما استبعد العمل كل ما يمكن الاستغناء عنه من أمور يفرض الشكل النظامي النمطي للقرارات كرقم الاجتماع وتاريخه وموضع ومكان انعقاده، وأيضا القرارات التي عالجت حالات استثنائية أو قضايا عيان تحفظ ولا يقاس. أيضا استبعد في هذا العمل القرارات التي أصدرت يعني موافقة على شيء صدر من اللجنة أو موافقة على أمر لا يمكن مشاركة مثل بعض الإجراءات الخاصة بالملك. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الشرعية على النصح والتوجيه والإرشاد الذي قدموه لنا في إعداد الأحكام المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية. كما أود أن أشكر إدارة البنك وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي وسعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ طلال بن أحمد الخليجي على دعمهم اللامتناهي للمصرفة الإسلامية في البنك ونشرها وزيادة الوعي بها. كما أود أن أشكر سعادة الأستاذ وليد بن حسن عبد الشكور رئيس المجموعة القانونية على دعمه للإدارة الشرعية ومشاريعها. ولا أنسى أن أشكر أمانة اللجنة الشرعية على تقريب هذا الدرس الفقهي المنثور في قرارات اللجنة الشرعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق البنك دائما لما فيه خير المصلحية الإسلامية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. حضورنا الكريم، يهدف البنك الأهلي السعودي من نشره لهذا العمل الاستفادة من إرث اللجنة الشرعية للبنك الذي تجاوز أكثر من 25 عاما، والاستفادة من القرارات التي صدرت من هذه اللجنة والتي تجاوزت أكثر من 1500 قرار بشأن المنتجات والعقود والاتفاقيات والنماذج وتقارير الرقابة الشرعية والالتزام والمسائل المحاسبية والزكوية التي عرضت على هذه اللجنة والتي لخصت في أكثر من 800 ضابط صيغة بطريقة معيارية لا تتجاوز أحيانا سطر واحد لتعبر عن كم كثير من ذكر في هذه القرارات. كما أن من الفوائد التي نرجو أن تخرج من هذا المشروع أن تستأنس بقية اللجان الشرعية في كافة المؤسسات المالية عند العمل، أن تستأنس بهذه
القرارات، وأن تكون هذه القرارات إثراء للمكتبة الإسلامية بشكل عام ولمكتبة المعاملات المالية بشكل خاص لعموم الباحثين والمصرفيين والمحاسبين والمراقبين في المؤسسات المالية الإسلامية.